وللحديث أكثر عن ملف اللاجئين السوريين في لبنان ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد كامل. حياكم الله أستاذ أحمد، وكل عام وأنتم بخير. مرحبا، شكرا. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني يبدو أن السلطات في لبنان مصرة على إعادة اللاجئين السوريين ولو كان ذلك بشكل قسري. في موجة ترحيل جديدة رحلت السلطات هناك عشرات من السوريين خلال أسبوعين إلى بلادهم، يعني ما سر التوقيت؟ لماذا الآن عمليات الترحيل تتم بشكل متسارع؟ ربما الحكومة اللبنانية تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب بعد عمليات التطبيع مع النظام من قبل أكثر من نظام عربي. ربما تكون الحكومة اللبنانية تفهم من هذه عمليات التطبيع أنه هذا ضوء أخضر بأن تذهب في عملية الإعادة القسرية، والحكومة اللبنانية استنفذت كل الطرق لتأمين عودة طوعية، ولم يعد إلا عدد قليل جدا من السوريين طوعيا، لأنهم يعرفون أنه ينتظرهم في سوريا أجهزة مخابرات وسجن واعتقال وتعذيب وانتقام ومستوى اقتصادي غير قابل للحياة. ولكن السلطات اللبنانية ألا تخشى يعني المطالبات الدولية؟ هناك مطالبات دولية تطالب السلطات في لبنان على وقف هذا الترحيل، ولكن على ماذا تعول السلطات اللبنانية في هذه الإعادة وكأنما لا تخشى العواقب؟ كما قلت، ربما وهم أنه عملية التطبيع تمت والنظام خلاص صار يمكن التعامل معه وأن السلام حل في سوريا، وكل هذه أوهام، والمنظمات الدولية تؤكد بأن هذه أوهام. لا يوجد سلام في سوريا، ولا يوجد استقرار، ولا يوجد عودة آمنة، ولا يوجد عودة طوعية. كل من أعادهم لبنان كان قسرا، وكل الذين يعودون من مناطق أخرى يعودون قسرا، لا أحد يعود طوعا إلى بلاد بالوضع الذي هي عليه سوريا، بالسجون، بالتعذيب، بالانتهاكات الخطيرة جدا. بعض الذين عادوا من لبنان تعرضوا لانتهاكات للقتل من قبل أجهزة النظام، إلى كل أنواع التعذيب وكل أنواع الانتهاكات بما في ذلك انتهاك العرض. وبالتالي الحكومة اللبنانية تعتقد، تتوهم بأنه هناك ضوء أخضر للقيام بهذه العملية، وعمليا لا يوجد ضوء أخضر لا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا أي دولة في العالم، دولة محترمة يعني، لا توافق على ذلك، ولا منظمة دولية توافق على ذلك. بالفعل عمليات الترحيل تتم بالفعل وهي مستمرة إلى الآن، ولربما يعني هناك عمليات قادمة أيضا تتم، ولكن بأعداد قليلة. يعني ما قالته اليوم وكالة الأنباء الفرنسية هو 50 شخص أو 50 عائلة، وهذا رقم محدود للغاية، وما اسمه عودة، يعني ما بيحل المشكلة. يعني لبنان يقوم بانتهاكات خطيرة ولا يصل إلى نتيجة. يعني هل يمكن يزعم لبنان أنه السلطات اللبنانية، لبنان بلد شقيق وغالي علينا جدا، ولكن السلطات اللبنانية تزعم أنه في 2 مليون لاجئ سوري، وهذا رقم مبالغ فيه. كيف يمكن أن تعيد 2 مليون إنسان بهذه الطريقة القسرية وبهذا الريتم، بهذه الوتيرة؟ يعني 50 كل أسبوعين، بدك حوالي 300 أو 400 سنة حتى تعيد 2 مليون. هذا كله كلام غير منطقي مطلقا. باعتقادك هل هناك أي ضغوط على السلطات اللبنانية من قبل ميليشيا حزب الله أو غيرها من الجهات لتنفيذ هكذا عمليات؟ لبنان هو بكل صراحة ووضوح بدون لف ولا دوران هو تحت حكم حزب الله، والحكومة هي حكومة حزب الله. وعندما كان هناك رئيس، كان هناك رئيس تابع لحزب الله. والآن في لبنان في فراغ رئاسي وفي شبه فراغ حكومي، وبالتالي القوة، اليد العليا في لبنان هي حتما يد حزب الله أكثر من الوقت المعتاد. في الوقت المعتاد هي صاحبة الكلمة الحاسمة، أما الآن فهي تقريبا حزب الله صاحب الكلمة الوحيدة في لبنان في هذا الوقت. كيف تقيم أيضا أستاذ أحمد، كيف تقيم دور منظمة الأمم المتحدة في التعامل والتعاطي مع ملف اللاجئين السوريين في لبنان، لا سيما خاصة بعدما حذفت نحو 35 ألف عائلة لاجئة من لائحة المساعدات لهذا العام؟ يعني سلوك الأمم المتحدة غير كافي،
وحتى اعتراضه غير كافي لأنه لا يردع السلطات اللبنانية، وتصرف الأمم المتحدة في مسألة المساعدات يحرض الحكومة اللبنانية على أن يلعب هذه الورقة، كأن الأمم المتحدة بسلوكها كأنها تقول للحكومة اللبنانية اسلكوا هذا الطريق. ولكن في الحد الأدنى هم على الأقل يقولون الحقيقة من أنه هذه ليست عودة طوعية، لأنه الحكومة اللبنانية تزعم دائما من أنها عودة طوعية وأنه ما في قصر وما في إكراه ولا في خطر. الأمم المتحدة تقوم بالحد الأدنى، وهو أن تقول بأن هناك قصر وأن هناك خطر ينتظر المرحلين قصرا في سوريا. هذا الحد الأدنى، ولكن ما هو المطلوب بالفعل من الأمم المتحدة أن تقوم به؟ ما هو الدور المناط بها؟ بالنسبة لنا أن تقوم المتحدة، أن تقول الأمم المتحدة بأن الحل هو في تغيير الوضع في سوريا. كل هذه حلول ترقيعية وكلها حبوب مسكنة لمشكلة خطيرة أساسها في سوريا. يعني نحن نقر ونعترف بأن وجود السوريين في لبنان يتعب لبنان واللبنانيين، ولكن ما هو الحل؟ هل أن نرسل السوريين في لبنان ليموتوا في سوريا؟ لا، الحل هو حل المشكلة السورية، وهذا لا تقوله الأمم المتحدة. يجب أن تعلن الأمم المتحدة أن الحل الحقيقي لمشكلة اللاجئين في لبنان، لمشكلة اللاجئين السوريين في تركيا وفي الأردن وفي كل مكان في عشرات الدول هو تغيير الوضع السياسي في سوريا. يجب أن تقول الأمم المتحدة ذلك بكل حزم وبكل يعني صورة صارمة وواضحة، وهي لا تفعل ذلك. ولكن هل ترى أن هذا الحل بات اليوم، يعني طبعا هو حل كافح السوريون من أجله، ولكن هل تراه الآن بات واقعيا خاصة مع تهافت دول غربية ولربما عربية إلى التطبيع مع هذا النظام؟ المتهافتون هم بضعة أنظمة عربية. الدول الديمقراطية في العالم كله 70 دولة ترفض التعامل مع النظام مطلقا، والدول التي تهافتت كما قلت حضرتك وأعادت العلاقات وطبعت مع النظام مثل الأردن لم تحقق أي شيء، لم تحقق أي شيء. الأردن أقام علاقات مع النظام لتحقيق 4 أشياء. الأول إبعاده، هكذا يقولون، إبعاد النظام عن إيران، لم يبتعد النظام عن إيران. وقف تصدير المخدرات، لم يقف تصدير المخدرات. عودة اللاجئين، لم يعود اللاجئين. والحل السياسي، ولم يحصل حل سياسي. التطبيع مع النظام لا يحل ولا مشكلة من المشاكل، وأول مشكلة اللاجئين. المطبعين هدفهم بالدرجة الأولى إعادة اللاجئين، ولكن لا أحد يعود. حل كل هالمشاكل، إبعاد النظام عن إيران، وقف تصدير المخدرات، الحل السياسي، وأيضا إعادة اللاجئين، كله مربوط بحل سياسي حقيقي في سوريا، يعني تغيير هذا الحاكم المجرم. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد كامل، شكرا جزيلا لك.